طب خلينا نروح لبوفاركا غريبه يا جماعه. انا اقول لكم، انا كنت قلت لكم حكيت لكم على كابتن مروان رجب اللي هو مدير فني منتخب مصر ونادي سبورتنج كره اليد. لما كنت بلعب هو كان نفس سني، لما كنت بلعب كان متجمع في منتخبين في نفس الوقت، منتخب كره اليد ومنتخب كره السله اللي هو بتاعنا كنا منتخب. الكلام ده سنه 1992. كابتن احمد حكى لي في الهواء حاجه غريبه جدا، انا عايزه بقى حضرتك تحكيها بنفسك. اتفضل يا كابتن. لا هي قصه طبعا طريفه جدا ومفارقه عجيبه جدا. انا اصلا متربي في نادي التصنيع في حلوان، التصنيع الحربي. وكان النادي ده قلعه رياضيه ضخمه جدا، يعني فيها مش كل الناس تعرف جدا، مش كل الناس تعرفه. لعيبه الكره المشهورين كانوا من نادي التصنيع. صحيح. في نادي التصنيع احنا كنا بنمارس كل الرياضات. كان في الاساس لازم نخش الكشافه، نقعد 6 شهور في الكشافه، واثناء العمل الكشفي نمر بقى بالالعاب الرياضيه كلها، فولي وباسكت وهاندبول زي اعدادي هندسه كده بالظبط كده، شوف كل المواد. بعد ال6 شهور دول يتم الاختيار والانتقاء بقى للعناصر. وهحكي لك حكايه غريبه ما تستغربهاش. يعني كنا لما نيجي نروح نادي التصنيع اول يوم لازم نمر على الوحده الصحيه داخل النادي، يقوموا بقياسات للاعبين للمشتركين اول او 10 سنين، سن 10 سنين. ده الفيديو ده يا كابتن بقى، معلش انا يعني ده وانا بنلعب واحنا بنلعب فكرني ونرجع تاني للرياضه. ايوه ده كان سنه كام يا كابتن؟ ده كان سنه 99 2000 صاله واحد بستاد القاهره بالظبط كده. أيوه. كنت حضرتك بتلبس 3 ورقم 3. ايوه تمام، اتفضل يا كابتن. يقوموا واخدين بعض القياسات. انا عرفت مسميات القياسات دي بعد بقى ما دخلت كليه التربيه: طول السبابه، طول العضد، طول الساعد، محيط الرقبه، محيط الصدر، طول الفخذ، كويس، طول القصبه، مقاس الحذاء، طول الاب وطول الام. ايه ده، حافظهم ازاي ده يا كابتن؟ انا عشقي. عشقي يعني. تصدق ونسبه وتناسب بين الجذع والساق. يعني المفروض ان الساق تلتين الجسم، تلتين الجسم، والجذع تلت الجسم. الريشيو كام؟ لو قلت عن كده، لو قل عن كده يقل التوافق والرشاقه على طول. ايه الجمال ده؟ فكانوا بيختاروا بالمقاييس دي، وبعد 6 شهور بناء على القياسات دي ومنتاليتي اللاعب في الست شهور يقول ده يلعب فولي، ده يلعب باسكت، ده يلعب هوكي، ده يلعب كوره. انت بتتكلم جد يا كابتن؟ الكلام ده كان بيتطبق في نادي التصنيع؟ طبعا يا فندم، الكلام ده سنه 78 79. وخلي بالك ده اساس، يعني هو الاساس المفروض يبتدي كده. ده دلوقتي، معلش انا اسف يا كابتن، اسمح لي، يعني ما بيتعملش اصلا. لا والله بناء على تعليمات كابتن ياسر. حضرتك بتعمله دلوقتي يا كابتن؟ طبعا شغالين عليه. بس الجزء، لا هي الفكره اللي احمد بيقولها ان هو انت بتاخد الولاد في معسكر بيمروا على جميع الالعاب وتبتدي توجه تمام حسب القياسات وكان. لكن احنا دلوقتي احنا بنختار القياسات المناسبه للهاندبول. يعني بنشتغل بنشغلك هاندبول بس، ما عندكش الاوبشن ده انك تخليه يلف على الالعاب. ودي حقيقه يعني، يعني كابتن احمد سالم قايم بدور كبير قوي في في الجزئيه دي. برافو جدا. لان كمان من ضمن شغل كابتن احمد يعني من الحاجات ورش العمل للمدربين، رفع كفاءة المدربين ما شاء الله. واستحدثنا السنة دي كمان حاجة جديدة اللي هي مدرب لتنمية وتطوير المهارات، البيزكس. أسيد. أنا عندي لعيب في 2006 و2004 و2000 ده عايز أشتغل معاه فردي. المدرب مش قادر يعمل الكلام ده في وسط الوحدة التدريبية اللي هي بتاعته، لأن إحنا عندنا مشاكل كبيرة في التكدس في الملاعب. فايه الحل؟ احنا ده هنخصص وقت لوحده، في ناس بتشتغل على الجزئيه دي. انا عايز عندي لعيبه عندها مشاكل في التكنيك مثلا في الخط الخلفي، من 2006 و2004 دول ممكن يشتغلوا مع بعض. اشتغل معاه. اللي تحت طبعا مختلف، فنجيبهم يروحوا يشتغلوا، وهو يمكن ايه هسيبه هو بقى ينطلق في الجزئيات دي. لا ده انا خليني بس اطلع بقى من القصه ده. كابتن ياسر اداني حته يعني بامانه. طيب دخلت القياسات وجهوك احمد في طابور. طب دي معلش يا كابتن عشان بس انه دي القياسات اللي عملناها في ضم فرق 2007 بنين و2006 بنين. القياسات اللي حضرتك لسه كابتن ياسر بيتكلم عنها. بالظبط كده. انا شايف لعيبه بتجري سبرنتات وفي سرعه 30 متر، في توافقات وفي رشاقه وفي قوه رمي وفي ما شاء الله بطن وضغط. يعني طبعا احنا حجم القياسات ده مش مؤشر حقيقي لقياس قدرة اللاعب، لأن احنا جايين من توقف 45 يوم. الكلام ده قريب. بالظبط. الكلام ده كان يوم 15 و16. هتعيدها تاني؟ لا هنعيد تاني بقى قبل بداية الموسم بعد ما يكونوا خدوا الإعداد. بالظبط كده. اللي اتطور معاك يبقى ده تمام. بالظبط كده يا فندم. الله يا كابتن. الله يا كابتن بصراحة. بالظبط كده يا فندم. يعني عايز أقول لك الله أكبر، شغل جميل. وكابتن ياسر بأمانة وحضرتك عاملين أحلى شغل الحقيقة. ربنا يخليك. طيب خلينا نتكلم بعد كده يا كابتن على اللي حصل بقى معاك. تمام. والتجربة دي
اللي احنا شايفينه النهارده دي الخلفيه من عندك. ايوه بالظبط. وكابتن ناصر طبعا من خلال دراسته في الامارات فترات طويله في لايبزيج لايبزيج يعني اساسي في المانيا كمان يعني من خلال مشاركتك المستمره طبعا. لا الله اكبر الله اكبر. انت عارف الميزه يا كابتن ناصر ان احنا لما الفكره بتطرح بنقدر نصيغها مع بعض بشكل كويس وننفذها ازاي؟ على طول. هو دي الميزه كمان عند كابتن احمد في الجزئيه ديت موضوع التنفيذ. خدوني معاكم يا كابتن بصراحه يعني برضو لازم نشكر الناس كلها اللي موجوده سواء الاداريين او مدربين الناس كلها يعني على قدر عالي جدا من خدوني معاكم يا كابتن اتفضل يا كابتن. بعد انتهاء الست شهور بس احب اضيف اخر نقطه ان جوه الست شهور دي بيعلموا الاولاد برضو جزء زراعه وجزء فني ليه علاقه بالرسم والنحت وجزء ليه علاقه بالصناعة. مدرسه كامله طبعا طبعا. وزائد بقى بنتعلم التمثيل والموسيقى. ايه ده ايه ده ايه ده في الست شهور دول الكلام اللي كنت حضرتك بتقوله مع كابتن محمد عادل والكابتن ياسر في الجزء الاولاني من الحلقه ان كابتن ياسر قال ان مش كل بني ادم ينفع يمارس كل لعبه. كل بني ادم ربنا وهبه موهبه لازم خاصه بيه يكتشفها. على علينا ان احنا نبحث معاه وندور ونساعده وننصحه. انا لما باجي النهارده بستبعد ابن كابتن ياسر من قطاع كره اليد. انا بفيده مش بضر. انا بقول له الحق ده جرس انذار بسرعه روح للمكان اللي يناسبك. دور عليه انا لو عندي المساحه ساعدك انا هساعدك وانا بقول لك من رؤيتي ان ابنك يقدر يلعب كاراتيه. ابنك يقدر يلعب فولي بناء على القياسات والارقام اللي عندي. قصة حضرتك دارس. طبعا. بعد الست شهور نقف في طابور الختامي. احنا كنا كل اسبوع بنبات بس في النادي الاول يعني فعلا. كل اسبوع يوم الخميس من كل اسبوع كشافه بقى خيم وكده نصب الخيم ونطهي ونعمل اكلنا بالطهي وبعدين نعمل سمر بالليل لتطلع فيه مواهب الناس اذا كانت موسيقى او رقص شعبي او تمثيل وتاني يوم نبات في الخيم وتاني يوم الصبح نتوزع نشاط رياضي. نهايه المده المجموعه كلها واقفه في الطابور الختامي ناخد شهاده تكريم على الفتره ويتم الندى على كل لاعب وتوجيهه على اللعبه. اللاعب اللي يعترض على اللعبه اللي هيلعبها يخرج من النادي. خلاص حلو. مش عايز اقول لحضرتك بقى اسماء. انا قول لي اسماء. انا كنت لسه اسالك مين اللي كانوا يعني حسام حسن وابراهيم حسن و ايه ده ايه ده وبسام فؤاد وهشام فؤاد دول لعبوا كوره في النادي الاهلي. عندنا في كره الطايره لاعب الله يرحمه الجيل اللي توفى جيل 67 مجدي عبد الباقي ده لاعب النادي الاهلي الله يرحمه. عندنا كان في بقى تامر سعد وكان في احمد السيد كنت في المدرسه دي من اعداد ضخمه جدا المقاولين العرب قام في كره السله على نادي التصنيع.